السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. جميل إن كل واحدة فينا عندها هواية تكون بتطبقها وتكون مميزة في تطبيقها، والأهم والأجمل إن هي لما تكون بتطبق موهبتها دي أو هوايتها دي تكون ليها علامتها المميزة. عشان كده النهاردة جبنا لكم معانا سيدة طموحة جدا في عملها، معانا سيدة اختارت ان يكون ليها دور في وطنها، ان هي يكون ليها علامة مميزة كمان في شغلها مش في وطنها، ان هي تكون عاملة حاجة مميزة، وده حاجة كويسة جدا. برغم ان طبعا زي ما احنا عارفين صعوبة الاشغال اليدوية وصعوبة اختيار انواع الخيوط والكلام ده كله، ده بالنسبة للهاند ميد. معانا النهاردة السيدة اللي معانا النهاردة عملت زي ما قلت في الاول حاجة مميزة، ان هي بدأت تجيب الخامات بتاعة الخيوط وتعمل لها اعادة تدوير. طبعا قبل ما اتكلم مع ضيفتي وارحب بيها، انا حابه اقول لمشاهدينا لكل سيده في بيتها، استغلي وقتك واستغلي هوايتك في حاجه تفيدك، واستغليها كمان ان انت ممكن تعملي منها مشروع. طبعا السوشيال ميديا ما سابتش، ولازم عشان تبداي ده تابعي حلقتنا النهارده مع استاذه شيماء يحيى. اهلا بك يا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. في البدايه كده يا استاذه شيماء، انا طبعا معاكم في الجروبات الخاصه بشغل حضرتك، وعجبني قوي 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 فكره ان انت في سنك الصغير ده يكون ليكي علامه مميزه في البلد. طبعاً. كلميني عن نفسك الاول، وعرفي المشاهدين عن استاذه شيماء. شيماء يحيى احمد، عندي 29 سنه. مش في مجال الخيوط بقالي كتير، بس اعرف عنه طبعا من فتره، عارفه ملمه بيه، بس كتجارة لا خالص، يعني حاجة كانت بعيدة عني شوية. اخترتي المجال ده ليه؟ علشان خاطر في عيوب كتير قوي في الخيوط، في المحلات وفي برضو على الانترنت لو اونلاين، فكنت حابة ان يعني انا لما باجي اشتري شنطة مش بتبقى عجباني توب لا خالص، يعني ببقى حاسة ان هي برضو ايه، عايزة شوية تظبيط لسه. كشغل ولا كنوع او خامات؟ لا، نوع وخامة ولون وحاجات كتير. تمام. فابتديت ان انا يعني طب عايزة اطور من حاجة زي دي. فساعدت اني اعرف مصانع واني اعمل مصنع صغير او ورشة خاصة بيا، وفعلا الحمد لله رب العالمين. ورشة خيط الكليم. بالظبط كده. ورشة خيط الكليم، قدرت اعمل ده في وقت صغير. قدرت ان انا اعرف ناس بقالهم سنين، 12 سنه و20 سنه في الشغل، وانا دلوقتي المورده بتاعتهم. ما شاء الله. يعني انت عارفه الجميل في موضوعك طبعًا. ايه او في شغلك ايه طبعًا. ان انت مش كهوايه بس، او ان انت حبيتي ان انت تكوني عايزه تعملي الشغل ده عشان انت هاويه ده، لا، انت حبيتي تطوري من نفسك وان انت يبقى ليكي وجود في المكان بس. برغم ان حضرتك زي ما قلت كده مش هوايه، هو تصحيح خطا موجود اللي هو طبعًا. الخامات، فانت حبيتي يبقى ليكي ميزه في ده. تمام. فقدرت الحمد لله رب العالمين ان اعمل ده، والحمد لله ما شاء الله. طيب كلميني برضو، مثلا الناس اللي بتيجي تاخد من عندك الخامات، العملاء بمعنى اصح، وحضرتك زي ما بتقولي كده بقيتي زي ما بكون زي ما بنقول كده المكان الرئيسي. تمام. اللي هي ورشه خيط الكليم، ان هو بيحتاجوا من عندك، هل في بنات تحت ايدك ومسوقين للمنتج؟ ايوه طبعا، في بنات تحت ايدي، اتطورنا الحمد لله، وبقوا كم حد كتير. لينا صفحات طبعا، كان الاول صفحه واحده بس، ما شاء الله. دلوقتي بقوا خمسه. تمام. رقم التواصل بتاعهم. لا، انت تقولي لي اسم صفحه صفحه عشان برضو المشاهدين اللي حابين يجيبوا الخامات النظيفه، الخامات اللي هي زي ما بيقولوا الخامه المصريه الاصيله. تمام. يبقى عارفين مكانك فين طبعا، ده غير ارقام التليفونات اللي موجوده عندهم على الشاشه. تمام. ورشه خيط الكليم دي صفحه رئيسيه، في صفحة اسمها موكا موكا، الصفحة دي بروفايلي أنا أصلا، صفحتي أنا. في صفحة تانية خيط المكرمية والسلسلة، دي تبعنا. في الأمل. بس هما دول الصفحات بتاعتنا. طيب استأذنك، يا ريت يا أستاذ محمد بعد إذنك هننزل آراء الناس، لأن أنا معاكم في الجروب وبسم الله ما شاء الله. طبعا أنا خدت بس حاجات بسيطة عشان وقت حلقتنا. فأستاذ محمد استأذنك في آراء الناس معانا، او اراء العملاء زي ما بيقول.
بصي احنا معانا دلوقتي دي اراء العملاء، تمام، معانا على الشاشه اهي. كلميني عن الناس اللي بتاخد منك الخامات. بصي هو لكل منتج او لكل حاجه بيكون في غلطات كده بسيطه الكلام ده كله، بس اللي انا لاحظته عندك في جروب ان بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك ويزيدك ربنا يخليك ويوفقك ان شاء الله، ربنا يخليك وتكوني علامه اكبر من كده يا في بلدنا رب. باذن الله. امين. الناس لما بتاخد الخامه، طبعا انا عرضنا وبنعرض الاراء، ولكن انا عايزه انت تكلميني عن العملاء بتاعتك. العملاء شويه بيبقوا عايزين ثقه، يعني اللي هو تعالي اتفضلي مكاني، تمام، دي الموضوع ده بيدي ثقه ان انا مش عندي غش، مش ان انا عايزه اسوق منتج لمجرد اني بسوقه خلاص، لا انا عايزه تيجي. لا هو ما شاء الله تشوفي الاراء كلها ايجابيه، مفيش وده فعلا اراء بالفعل سلبيه. حصل، يعني لما يبقى في حد، طب احنا عندنا ان احنا يعني ايه الخيوط كتير قوي جبناها واتبهدلنا فيها، لا تعالي مكاني تشوفي الخيوط وهي بتتصنع، تشوفي المفاهيم الصبغه، يعني الكليم خاصه الكليم، يعني كل الخيوط طبعا بيبقى فيها عيوب، بس الكليم، الكليم في كتير مصانع او ناس او ورش بتصبغه، اللي هو بيبقى عنده متوفر كل الالوان عشان هو في صبغه. لما نيجي مثلا تعمل سجاده او شنطه، في الطبيعي انك بعد فتره هتغسليها، اكيد طبعا. صح؟ فاللون بيروح، تمام. فانا ما عنديش الكلام ده في ورشتي، ما عنديش صبغه، مش يعني بعرفها الخيوط اصلا، بتبقى خامتها اصلا الوانها فيها طبيعي. تمام. انت يعني بنجيب من المصنع على وضعه اللون الموجود، مش بنصبغ، يعني ممكن يعني ودي ميزه مهمه جدا على طبعا. فكره، يعني انا كأم او سيده منزل لما باجي اشتري ايا كان، سواء كان لبس او زي ما حضرتك قلتي كده سجاد، تمام، بيبقى اول حاجه ببص لها وبهتم بيها ان ما تكونش لونها بيطلع. ايوه الصبغه اللي هو يعني ايه، طب احنا نبقى واثقين منين ان انت مش بتصبغي؟ لا تعالي لما حضرتك تيجي بتشوفي الشباب شغالين، كل حاجه يعني موجوده على وضعها، اتفضلي في اي وقت يعني متاحين احنا من الساعه كذا للساعه كذا، تعالي اتفضلي. ففعلا ده حصل اكتر من بره كتير قوي، وبقى ليا ناس بتتكلم باسمي اصلا، لا احنا رحنا المكان وشفنا الوضع والناس لا ما فيش خالص، يعني الصبغه دي انا محيتها من عند الناس، لان الاول كنت بتسال عليها طبعا. هو دوت باين على الحمد لله رب اراء العالمين. العملاء الايجابيه ما شاء الله، لان انا كمان معاكي في الجروب فشفت ده بعيني، عشان كده حبيت ان انا اعرض حاجات بسيطه جدا من تمام. الاراء دي. قولي لي يا استاذه شيماء، دايما بيكون في العلامه اللي انت بتعمليها لمنتجك او للخيوط اللي بتعمليها بيكون مثلا بتحتاري ما بين حاجتين، تمام، هل ان انا اعمل اعاده تدوير للخيوط وابقى علامه مميزه، طبعا. ولا ممكن ادخل كمان عشان اساعد الشباب ان هم يشتغلوا؟ فهل لو حد من خلال السوشيال ميديا، لان انا طبعا لما عرفتك من خلال السوشيال تمام ميديا، ممكن يطلب منك مثلا لو عايزين انواع السجاد اللي نازله طبعا بقالنا سنتين او ثلاثه، يعني تقريبا بيبقى نازل انواع الكليم لخيوط معينه بيعملوا منها السجاد، صح، انت اكيد ادرى بيها. ايوه الكليم. تكلميني عن الشباب اللي انت بتشغليهم تحت ايدك، يعني مثلا حد ما يطلب منك حاجه معينه هل تقدري توفرها له؟ ايوه ده بالطبع حصل. كل في صور كتير قوي على الصفح بتاعتنا، ده من خامتنا، سجاد وشنط بوكات سراير بيبي، في حاجات كتير قوي، فدي من البنات دي عندي انا موجوده، يعني شغالين معايا، وفعلا مثلا بنطلب يعني حد، طب انا عايزه الشنطه دي، طب ماشي حضرتك تبعتي الموديل بتاعها وبننفذها لها، بيبقى الخامات من عندنا والايد العامله كمان من عندي، واختيار الالوان من عندك، واختيار الالوان هي بتيجي تختار الالوان او عن طريق الانترنت ايا كان. لو حد زي ما انا برضو شفت، انا حابه اقول ده للمشاهد لسبب، تمام، بس لان انت ما شاء الله عليكي ربنا مميزه في شغلك يخليك. من كل شيء، لو انا مثلا اخترت لون شنطه تمام، عايزاه، قصدي اخترت شنطه لكن محتاره في لونها، تمام، هل هتساعديني ان انا مثلا انسق الالوان؟ ده حصل بالفعل. ايوه. ده حصل، وعلى كومنت برضه بالفعل، ان في فعلا زبونه جات لي، وطب انا مش بعرف الالوان كويس، وهي عايزه تطبق لونين مع بعض في شنطه واحده، وفعلا انا اديتها رايي وهي اخدت بيه، وبعد كده الشنطه يعني كسرت الدنيا. طيب انا عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا، بس مش عايزه احط اسعار، تمام، لان طبعا ما بين وقت لوقت الاسعار بتختلف، تمام، ولكن طبعا معروف ان لما يكون في تاجر بياخد شغل غير لما بيكون
المكان او الام نفسه تمام. السعر بيختلف. طبعا انت شايفه ان مثلا بالنسبه للبنات اللي شغاله معاكي او مثلا للسيدات اللي هي قاعده في بيوتها وحابه تشتغل، ممكن توفر لهم اي كميات من خيوط الكلام اللي هم لو حابين يشتغلوا فيها؟ ايوه طبعا اوفر اي كميه. انا والاسعار ورشه بتفرق زي ما انا طبعا قلت. الاسعار بتفرق، يعني لو سيده عايزه تشتغل من بيتها انا بقدر اوفر لها ده وبديها سعر كويس وهي تقدر تسوق من بيتها، وكل الاداره بتبقى عندي انا، يعني هي بتديني الاوردر بالوانه بالعنوان انا بوصل وبعمل كل ده وهي قاعده في بيتها، وبس مش بطلع بنسب عشان يعني ايه، انا بديكي منتج بفلوس وانتي بتسوقيه بفلوس، تمام. فاهماني؟ يعني سي مثلا يعني مثلا لو الحاجة مثلا ب10 انت بيعيها ب15. بالظبط، يعني تمام. انا ما ينفعش ان انا اقولك لو جبتي لي مثلا زبون تاخدي نسبه لا حرام انا كده يعني بظلمك، لا لا ده بيع وشراء، انا كده في الجمله ببيعه مثلا ب10 حضرتك بقى تسوقيه ب20 ربنا يرزقك، ب15 ربنا يرزقك انت وشطارتك او انت وقناعتك. ده بقى بالنسبه للبنات وللشابات والسيدات اللي قاعدين في ايوه بيوتهم، طبعا وممكن كمان الرجاله. يعني ممكن احنا خلاص يعني تقريبا فعلا في اشغال اتساوينا ببعض فيها. بالظبط كده. استاذ محمد بعد اذنك انا عايزه بس انواع الصور بتاعت انواع الخيوط اللي معانا طبعا برضو من خلال الجروب اللي انا معاكم تمام فيه. شفتي بعض الحاجات كده، فبصراحه انا حبيت انقل الصوره اكتر لمشاهدينا. تمام عايزه حضرتك تعرفيني انواع خيوط الكليم اللي عند حضرتك ايه، مع طبعا الصور اللي هتظهر معانا. تمام انا عندي كليم وسلسله ومكرميه وخيش، تمام. كل الانواع دي احنا بنجيبها خامات وبنظبطها وبنعملها دي اعاده الالوان، تدوير دي عندنا، الالوان بتاعت دي الصوره اللي سلسله. معانا. استاذنك يا استاذ محمد ارجع لي للصوره تاني، اصل الالوان مبهجه قوي، فعارفه تمام تلفت النظر الالوان اللي ظهرت. ايوه الالوان دي، دي بصي بسم سلسله، الله ما شاء ده الله، خيط السلسله. ده خيط سلسله ايوه اللي هو خيط كليم برضو ولا لا خيط تاني؟ لا اصل انا الكليم ده ما حاجه اعرفش. تانية، ده خيط برضو بيتعمل بيه شنط تمام. وبوكيات وحاجات كده، البنات زي الماسكات بتفنن فيه، بتعمل بيه حاجات لو تحفه احنا بصراحه جينا في يعني. الشتاء بقى ايوه ومحتاجين الحاجات دي وشالات كتير. وشلان وكوفيات وجوانتي وحاجات كتير حلوه يعني. تمام. اللي بعده يا استاذ محمد. ده خيش، ده برضو بتعمل بيه ايه؟ بيتعمل بيه برضو شنط واحزمه للملابس، يعني ممكن يبقى ده نوع خيش بيتعمل بيه الشنط. في خيش تاني بيبقى عريض شويه برضو عندنا موجود، بتعمل بيه الاحزمه. ده اللي انتي بتعملي اعاده تدوير، ده اللي بيجيب بالظبط كده. الخامه. بجيب الخامه واعيد تدويرها تاني، يعني تمام ده كده اعاده تدوير من عندي، هي مش بتيجي كده خالص. تمام ده ده الكليم. دي الوان خيوط الكليم. ايوه دي الوان خيوط الكليم، ده اللي بيتعمل بقى منه الشنط والسجاد يعني انتي تخيلي كده ان انا سراديل. اعمل مثلا مشايه كبيره كده بالالوان المبهجه الحلوه ايوه دي. طبعا بتبقى جميله، بتبقى منسقه كده وبتبقى شكلها في الاخر بيبقى حلو قوي. والاهم ان هي لونها ما لا بيروحش مع لا الوقت. بتغسلها طبعا وكده، ما هو لو بيروح لو في صبغه. لا احنا ما عندناش صبغه الحمد لله رب ما شاء العالمين. الله ما شاء الله. طيب كلميني يا استاذه شيماء، لو مثلا تمام سيدات اللي بتبقى في المنزل اللي حابين يشتغلوا ولسه ما قرروش ان هم مش عارفين يبداوا موضوع شغل زي كده، هل ممكن ان ايه يعني مثلا يسوقوا ويجيبوا لك الاوردرات زي ما حضرتك تمام قلتي، وبتغذيهم او انت بتنميهم تمام بالخامات وهم يعملوا، وزي ما انت قلتي كده الربح بتاعهم بيطلع على حسب تعبهم؟ ايوه طبعا. طيب نفترض ان في سيدات حابه ان هي تتعلم لسه شغل الكروشيه او شغل خيوط الكليم والكلام ده كله، لسه ما فكرتيش تعملي كورسات لده انك تعلمي او كده، بخصوص ان معاكي ناس كتير ما شاء الله يعني؟ والله فكرت بس هو الوقت، الانتاج صعب وبعدين الحمد لله انك تكفي اصعب، ما شاء الله. فربنا يسهل الحال ان شاء الله. اكيد في بنات بتيجي عندي واللي هي بتشتغل والكلام ده، مفيش مشكلة لو حد حابب، بس فيما بعد شوية الخطوة دي شوية قدام شويه بعيدة. ان شاء الله، ربنا معاكي ويوفقك باذن ربنا الله. يخليك. كلميني عن خيط الكليم اللي هو بصي اللي الناس كلها دلوقتي محتاجاه، اللي هي الناس اللي بتحب العمايل دي وبتحب، اصل بصي شغل الكروشيه وشغل الخيوط الكليم والحاجات دي بيبقى ذوق وفن، ناس تمام معينه كده بتلاقيها بتحب الحاجات دي. صح. كلميني عن الخيط الكليم، وكلميني برضو بالنسبه للمشاهدين حبوا يتواصلوا معاكي تمام
كلميني اكتر. تواصل معايا عن طريق تليفوني او الصفحه بتاعتي، انا شخصيا اللي برد. ومعانا على الهوا رقم التليفون غيره. الكليم، هي برضو هرجع واقول المشكله في الكليم، ان الناس مش بتبقى عندها جرأة ان هي تشتري كليم لان كل عيوب. ازاي بقى؟ الكليم ده بقره، البقر زي ما حضرتك شفتي كده بيبقى بقر. في اللي هو الغش، ازاي اللي سمك البقره مش بيبقى واحد، يعني اللي بتشتغل بايديها بتشتغل بابره مقاس 6 مثلا على حسب الموديل اللي هي هتطلع. فممكن يبقى البقره سمكين فتبهدل معاها كل حاجه في نص ما هي بتشتغل، يديها شكل غير اللي هي اصلا عايزاه، فطبعا ده خلاص يعني هي مش هتستفاد بيه. في حاجات تانية اللي هو بتلاقي البقره من بره لون ومن جوه لون تاني خالص. طبعا انت اخداها على اساس ايه؟ اللون اللون الظاهر اللي بره قدامها. اللي انت عايزاه. الكميه مثلا كيلو، فانت بتلاقيها من جوه نصين. لا وقفيني عند الحته دي معلش شويه بس. انا دايما من زمان لما كنا في المدرسه ويقولوا لنا اعملوا خيوط او اعملوا مفرش الكلام ده، كنا بنروح نشتري البقره. تمام. دلوقتي لو لما اجي اروح اشتري البقره دي بلاقيها يعني باسعار غريبه الشكل. انت بتقولي لي بالكيلو، انت بتبيعي الخيوط دي بالكيلو؟ انا اللي عامله بالكيلو. اه يعني ده من دماغي انا. تمام. حلو على فكره انك تكوني مميزه زي ما قلنا. ده حلو جدا وده بيساعد. تمام. علشان خاطر انا جالي وقت ان انا اتضغط بيبقى عندي طلبيات كتير، فاللي هو مش هيبقى يعني هنوزن ازاي والدنيا هتبقى ازاي. فخلاص احنا سعرنا، او سعرنا طبعا السعر والكميه، خلاص احنا عارفين ان البقره كيلو. فخلاص احنا فاهمين ان من اللون ده هيطلع كيلو. 500 كيلو مثلا لمحل ما او الاوردر. فهماني؟ فخلاص انا الكيلو ده او الموازين دي انا اللي عملتها، يعني انا اللي ابتديت. هي دي فكرتي، اني خلاص لا انا عندي. حضرتك اطلب زي ما انت عايزه، حضرتك اطلبي زي ما انت عايزه، بس هي وزن. ايه اللي ممكن تاني توفريه غير خيط الكليم؟ انا نفسي والله اشتغل في الصوف ان شاء الله. وربنا يسهل الحال ان شاء الله. ان شاء الله نعدي بس الفتره دي، والفتره الجايه على الشتاء الجاي ان شاء الله يبقى موجود عندي ان شاء الله. لاني برضو الصوف بيبقى ناس تطلبه مني كتير، واللي هو خلاص بقى احنا تعودنا عليكي وواثقين في خاماتك، فاللي هو عايزين كل حاجه من عندك. فانا كنت الاول شغاله كليم بس، يعني الانواع التانية ما كانتش عندي، بس برضو ده الحمد لله رب العالمين، اللي هو برضو الفضل يرجع برضو للعملاء بتوعي، اللي هو طب لا هاتنا تاني، يعني اعملي حاجات تانية. احنا عشان واثقين في الخامات واثقين فيك ان انت بتطلعي شغل نظيف. ايوه احنا ارتحنا معاكي انت تمام، طب احنا عايزين كل خيوطنا من عندك. ففعلا ابتديت ان انا ادور ان انا ليه ما اجيبش خامات تانية وخيوط تانية واعملها، والحمد لله رب العالمين اتوفقت. طيب استاذنك طبعا معايا مفاجاه بسيطه، مصره تعمل مداخله تليفونيه. طبعا انا يعني رافضين احنا المداخلات التليفونيه عشان وقتنا صغير، لكن دي مصره ان هي تعمل مداخله تليفونيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا استاذه شيماء. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه معا. الحمد لله يا حبيبتي، طبعا شرفتينا ومعلش ان احنا طولنا عليكي في المداخله. لا خالص ولا يهمك يا حبيبتي، اتفضلي. حابه تشاركي معانا وتقولي ايه؟ انا بس عايزه اقول لشيماء ربنا يوفقك ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليكي يا رب دايما كده احنا في ظهر بعض ومع بعض. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليكي يا شيماء. بس انا زعلانه منها في حاجه بقى. ليه كده زعلانه ليه؟ هو اسم صفحتي انا بسوق معاها ونسيت تقول اسم صفحتي. رودي وفيري كروشيه. معلش انا اسفه. معلش انا اسفه. بصي يا شيماء، هي بس نسينا نقول لسبب، لان ما شاء الله ما شاء الله انتوا معاها كتير، فهي يعني حتى كانت عايزه تقول حاجات كتير عنك وعن غيرك، يعني هي جابت المجموع كده او المجمل بمعنى الكلمه وقالت انا بشكر فريق عملي. طبعا فدي اكيد ذكرتك. طبعا قولي لها. شكرا يا استاذه شيماء، وطبعا انا ما رضيتش ازعلك والله، وعملتها لك مفاجاه انت. ربنا يخليك يا رب. معلش انا اسفه. كروشيه رودي وفيري دي كمان معايا صفحه من صفحاتنا. معلش انا اسفه انا نسيت. معلش المره الجايه نجيب اسمها ونجيبها معانا باذن الله ان شاء الله. قولي لي يا استاذه شيماء، كلميني عن تعبك بقى ومجهودك في المكان، واكيد
حصلت بصي بقى اللي عارفه المطبات اللي بتحصل على طول في اي عمل، لازم عشان تنجحي وما شاء الله توصلي للي انت فيه لازم يكون قبلك مطبات. ايه المطبات اللي قبلك؟ تعبت كتير، واللي هو يعني في منافسين كتير، بس الحمد لله انا مش ببص ورايا، وناس يعني حابه توقعني كتير بالكلام بالسمعه، ان هو مثلا ما يعرفش شيماء بس بيتكلم لمجرد انه بس ان هي سيئه. بس الحمد لله رب العالمين ربنا قادر، يعني اكيد طبعا ان اللي عمل كده او اللي وصل كده بتتقلب عليه الايه بالظبط. الحمد لله انا في طريقي ومش باصه ورايا، وهو دلوقتي اكيد بيتفرج يعني بيتفرج عليا، فالحمد لله انا مش من النوع اللي بركز مع الناس. حبيبتي ربنا يوفقك ودايما تكوني الحمد لله رب العالمين. الكلام ده حصل من فتره، من فتره كبيره، من اول ما اشتغلت بست شهور، وحسيت ان انا الحمد لله بنجح وباخد نفس، فلقيت بقى ناس داخله كده اللي هو لا ما ينفعش نتعامل معاها، ما ينفعش تتعاملوا معاها، فالحمد لله رب العالمين. كل ده انا مش في حسابي اصلا، لان انا ماشيه في طريق عارفه انا رايحه فين او عايزه اوصل لايه، والمصداقيه عندي اهم من اي حاجه. طيب يعني عشان خلاص فاضل دقايق وهنختم حلقتنا، عايزه حضرتك برضو تنصحي السيدات اللي بتبقى قاعده في البيت وتقولك انا ظروف البيت على قدي، وبرغم ان هي ممكن تكون عندها هوايه حب الكروشيه او خيط الكليم والكلام ده كله، وطبعا زي ما انت شايفه برضو معانا لو عملت سيرش وبحثت على طريقه تعليم معينه لحاجه، في قنوات كتير قوي لتعليم الكروشيه، وفي ناس عملت كده والبدايات يعني بعتتها لي. طب ده بدايتي. طب حلو جدا لما تطلعي شنطه بدايه حلوه قوي اللي انت عملتيه، بس هو عايز تركيز وطموح. معاكي دقيقه انصحي فيها السيدات وقولي لهم ازاي يحاولوا يتواصلوا معاكي. طيب. وانت تحاولي تحطيهم على اول الطريق. يا ريت، انا موافقه جدا، وبحب عايزه فريق عملي يكبر، وعايزه كمان الايدي العامله عندي تكبر، عايزه لما يبقى مطلوب مني شغل اقدر اوفره في اقل وقت. ده نجاح ليهم قبلي طبعا، يعني هم في ظهري اكيد انا هطلع. فيا ريت يا ريت بجد، الكروشيه حلو جدا ومش صعب، سهل ومربح. بالنسبه ان حضرتك قاعده في البيت عندك وقت فراغ كبير قوي، عندك انترنت طبعا تقدري تتواصلي معايا وتكلميني، هقدر اوفر لك اي خامات حضرتك عايزاها، كمان مش بنزلك من البيت لحد باب بيتك، بوفر لك كل حاجه سواء الخامات او لو حضرتك الخامات اللي اشتغلتيها عايزه تسوقيها انا برضو موجوده، يعني بديكي الخامه وبديكي المنتج بعد ما تطلعيه باخده انا منك وبسوقه لك، بجيب لك فيه طبعا احسن سعر وحضرتك قاعده. يعني انت ممكن سيده من دول تقول لها ايه، اعملي لي مثلا الشنطه وحسابك معاكي؟ لا انا ببعت لها الموديل، بقول لها عايزه اطلع الشنطه دي، بتطلع لي الشنطه من خاماتي وانا بشوف هي عايزه ايه. للاسف وقت حلقتنا خلص، واتمنى اتمنى اتمنى من كل سيده قاعده في البيت والشباب برضو والبنات اللي قاعده في البيت حابه تشتغلي وانت في بيتك جربي، ودي فرصه انا جايبها لكم لحد عندكم. معاكم ارقامها على الشاشه. استاذه شيماء طبعا شرفتيني ونورتيني. الشرف ليا، ربنا يخليكي يا استاذه مها. للاسف وقت حلقتنا خلص، وطبعا بشكر كل فريق عمل الصحه والجمال، وبشكر مخرجنا الجميل، وبشكرك يا استاذ محمد يا ملكي، وبشكركم كلكم. وللاسف وقت حلقتي خلص، مع الف سلامه.